طب بالنسبه للام او الاب، السؤال خلينا ندخل في مشاكل عائليه يا ابو صبري. ها ماشي، السؤال النهارده موجه ليهم، ازاي اخلي طفلي او اعرف من طفلي هو بيحب ايه، وازاي انمي ده على مدار سنين عمره، وازاي في ابهات بتنجح جدا في القصه دي. والدور ده دور الام اكتر، تمام، لان هي اللي بتبقى متداخله مع الولد اكتر. احنا عندنا حاجتين مهمين جدا، دور المدرسه، لما المدرسه بتبقى مدرسه محترمه بيجي للاب والام تقرير الولد بيحب الماده الفلانيه، بيعمل كذا في الفسحه، بيعمل كذا، ده جزء. الجزء الثاني قوه الملاحظه عند الام، يعني تخيل حضرتك في الطب النفسي الاوتيزم اللي هو مرض التوحد، ممكن الام لو عندها قوه ملاحظه عاليه تكتشفه في الطفل وعنده سنه ونص او سنتين. للاسف الام لما يكونش عندها قوه الملاحظه الولد ممكن يوصل ل 10 سنين 12 سنه وبعدين يكتشفه الولد مش مركز، الولد مش عارف ايه، رغم انه في ستات تانيين لا. فانا عايز قوه الملاحظه، الام تبقى شايفه الولد بيحب ايه وبيكره ايه، موهوب في ايه. الحاجه الثانيه، طب ما لاحظتش، امشي بمبدا الترايل اند ايرور، المحاوله والخطا. احيانا بعض الامهات تقول لك ايه، طب انا هودي الولد يتعلم موسيقى، ما جابش، خلاص يبقى هو مش موهوب في الحته، طب اوديه يلعب كوره. فالمحاوله الخطا ان انا بحطه في اكتر من سيتويشن او موقف بلاقيه في حاجه معينه ابتدى بشكل او باخر انه يعمل ايه، لا واضح انه موهوب في الحته دي، مش قادر اقيم خالص وديه لحد متخصص، عايز اشوف الولد ده. في سنترز كتيره جدا في مصر بتقيم الملكات والمواهب بتاعه الولد، ففي ادوات كتيره، لكن اسيب الولد كده ماشي وانا مش بوجهه بشكل او باخر، شيء طبيعي انه ممكن يبقى عنده موهبه وما اكتشفهاش. حاجه بتشوفها في الفن، بعض الممثلين ظهروا في الخمسينات والستينات، طب ما كانت عنده الموهبه بس ما اكتشفهاش. صح، ده خطاه، خطا بابا والده ووالدته، لكن طبعا كمان الزمن اللي احنا فيه والتكنولوجيا بتساعدك على انك تكتشف مواهب ابنك يعني.